هو بقول له اصحى تقول لها انا حكموني مؤبد مدى الحياه وعشرين سنه. مرض اياد اغتيال ممنهج بيرجع مصارينه بيده. اياد بسبب الاهمال الطبي في فتره من فترات قلبه وقف. اياد انسجن في 2021 9 2002 21 9 في 2017 رشوا عليه مادي حرقت كل جسمه، وقفت اضلاعه، ايديه ورجليه بطلن يتحركن. كانوا يدخلوا بعد 7 اشهر اقول لهم بدي اروح ازور، اقولوا له معدته بتوجع بتقدرش يطلع يزوركي، هم باقيين حاطينه في الزنازين. معدته بتوجع وبعد 7 اشهر رحت ازوره في الرملة. لما انهم دخلوا علي انا ما عرفته. وضعه الحالي اياد مريض، ومرض اياد متعمد، ومرض اياد اغتيال ممنهج. عمليته الاخيره هذه اياد عنده بزل في صفحته من الان بيرجع مصارينه بيده. ونشدنا كل من هو شريف وحر في هذا العالم أن يتدخل في قضية علاج الأسرة. لما أني شفته أنا فغارت صوت من قح في راسي، لا إرادي يعني، مش بأرادتي، هيتي كل أهل الأسرة والأسرة يقولوا لي ما تصيحي قدامه بالشنج. فأنا ثبتت حالي تمنه دخل علي وطلع من عندي. أنا ما عرفته، وجهه أسود أسود وكل جسمه أسمر أسمر. ما عرفته إلا تمنهم قالوا لي هم، وعرفته من صوته إنه هذا إياد. كان يعني يمكن وزنه 30 كيلو. والله الخوف شديد لأنه إياد بسبب الإهمال الطبي في فترة من فترات قلبه وقف، والسياسي ممنهجة مستمرة على إياد. إياد بحاجة لعلاج، وعلاجه متأخر كثير جدا. إياد بتألم ألم لا يعلم فيه إلا رب العالمين. يعني إنسان بيقرع مصارينه بإيده وبحاجة لعلاج ومضادات حيوية وغير المسكن ما بعطوه، وكل فترة والثانية بيتم نقله في البوصلة لمدة 8 ساعات روحة و8 ساعات جاية، وهذا بتزيد من ألمه ومش متخفف من ألمه. بدي إياد يروح علي هو وجميع الأسرة، كل الأسرة يروحوا لأماتهم، لأنه زي ما أنا فاقد إياد الغالي على قلبي، كل الأميات فاقدات أولادهن على قلوبهن، والله يفك أسرهم جميع وروحهم لأهلهم سالمين غالمين.